في نجاح المسار الديمقراطي لبلادنا الدرجة الأولى، مدينة مكناس الحمد لله، وكل من شارك يعني باش أنه المسار الديمقراطي ديالنا نجحوه. مدينة مكناس هي في حاجة لواحد الاستقرار ديال السير إلى برامج جديدة، وكذلك أننا نبنيو على المكتسبات ديال داكشي اللي بدا. حنا ما كنقولوش حنا نجيو باش نعاودو كلشي، لا، حنا جينا إن شاء الله باش أننا نبنيو على المكتسبات، وكذلك نجيبو برامج بناءة، لأنه الإنتظارات ديال الساكنة هي إنتظارات كبرى، وحنا واعيين بالمسؤولية هذه باش أننا إن شاء الله لا مكتب لا أغلبية وكذلك المعارضة أنهم كاملين خصهم يخدموا من أجل الصالح العام عبر وضع أولويات. فعلا كاين بعض المعيقات اللي كتعرفوها أنتم كاملين، من ضمن المعيقات كاين الإشكالية المالية، ولكن أنا كنقول لكم وكنوعدكم أن هذا الفريق والجميع أنهم تعبان إن شاء الله باش أننا نحلوا هذا المشكل ديال العائقة ديال العائق المالي، ونخدموا في إطار أولويات اللي كانت مبرمجة وأولويات جديدة إن شاء الله اللي غنخدموا عليها. فمرة أخرى بغيت نشكر الجميع، وباش نبداو الندوة الصحفية ديالنا، إخواننا التواصل بجد مهم. الصحافة كفاعل هي فاعل استراتيجي ومؤثر ومهم جدا. وانا كنعطي واحد الأهمية قصوى للتواصل والدور ديال الصحافة. فاللي بغيت نقول لكم انني يعني لا الفريق ديالي غادي نديروا واحد الاستراتيجية ديال التواصل معكم، باش حنا كنشتغلوا كنتواصلوا كتوصل المعلومة. يعني بعد تشكيل المكتب اليوم كانت ندوة صحفية في إطار التواصل، وهي بادرة ممتازة أننا نبداو نتواصلوا مع الساكنة. شنو تقولوا لنا أولا في تشكيل المكتب، ثم بعد ذلك شنو كتقولوا للمكانسة بشكل عام والمغرب؟ شكرا سي بوحسيني. أولا هذا يوم مهم جدا، قمنا فيه بتسليم السلطة مع السيد الرئيس السابق، وبما يعني قانونا أنه من اليوم يعني انطلق هذا المكتب في تدبير شؤون جامعة مكناس. وطبعا على جدول الاعمال ديال هذا المكتب والرئيس ديالو عدد من النفايات الحارقه، وايضا عدد من الانتظارات الكبيره لساكنه مكناس، انتظارات مشروعه ويعني وعندهم الحق، لانه كنتقاسموا مع ساكنه مكناس يعني كل الملاحظات يعني السلبيه والنقائص والتطلعات باش تكون مدينتنا كباقي المدن اللي انطلقت بسرعه كبيره تنمويا واقتصاديا. لذلك يعني عدد من المشاريع والاوراش هي مطروحه اليوم على طاوله النقاش نتاع اجتماعات المكتب اللي متواصلة، وحنا اليوم بصدد تحديد يعني الأولويات المهمة جدا اللي خصنا نكبوا عليها أولا، ثم أيضا تحديد يعني الأهداف الكبرى نتاع يعني المشاريع المهيكلة ديال مدينة مكناس. اليوم حنا ما كنتحدثوش على التدبير اليومي ديال الجماعة، يعني الأمور العادية، تنتحدثوا كيفاش يمكننا ننتقلوا بمدينتنا في ظرف 6 سنوات على مدى متوسط يعني نقله كبرى باش تولي يعني جاذبه للاستثمار وجاذبه لفرص الشغل، باش ما نبقاوش نلقاو المكناسيات والمكناسيين فاش كياخذوا الباك وياخذوا الدبلومات نتاعهم كيهاجروا الى مدن اخرى باش يبحثوا على الشغل. واعيين في المكتب بكل الملفات، وغنجتهدوا ان شاء الله باش نكثفوا البحث على موارد وشركاء جدد في مختلف القطاعات الحكوميه، باش يمكننا يعني نطبقوا كل هذا البرنامج الطموح اللي عندنا في هذه 6 سنوات. طبعا الميزانية أو المالية ديال الجماعة هي مالية يعني لا يعني ما كتساعدش وما كتشجعش باش يمكن تقوم، ولكن حنا لا نبحث عن أعذار ولا نقبل الأعذار لا من أنفسنا ولا من الآخر. في سبيل مكناس غنجتهدوا وغنقلبوا على موارد، وسنبحثوا في كل باب وسندرخوا كل باب مسلحين برامج واقعية وكبيرة إن شاء الله اللي يمكن لها تحقق النقلة لمدينة مكناس على كل المستويات. كاين مسألة مهمة جدا، هي أن بالنسبة للتحالف المكون للحكومة هو نفسه يعني اللي مكون الجهة، وكذلك على الصعيد المحلي، واش كتشوفوا أن هذه نقطة قوة ربما ستفيد المجلس المستقبل؟
عندنا تعاقد داخل مكتب جامعة مكناس وداخل يعني مختلف الشركاء، يعني أغلبية المعارضة أنه سنعمل من أجل صالح مكناس. اليوم هذا التحالف اللي تحدي عليه على المستوى الحكومي والجهوي هو أيضا يعني منزل على المستوى المحلي، وهو عنصر مهم جدا من أجل خلق مكتب وأجواء مناسبة باش نشتغله. وما ننسوش أنه اليوم الحمد لله عندنا معارضة مهمة جدا، عدد من الأطور والسادة المستشارين بخبرات مهمة، نتعاونوا مع الجميع ونطلبوا مساعدة الجميع بالاقتراح بإبداع الحلول إن شاء الله باش القول، لأنه اللي كيهمنا اليوم ماشي هو يعني إبراز الحساسية السياسية ديالنا، ولكن أساسا يعني الاستجابة للتطلعات الساكنة المكناسيين اللي صوتهم فوق كتافنا في كل وقت وحين طيلة 6 سنوات. اللي مع بداية رسمية للعمل ديالكم كمجلس، شنو تقولوا للمكناس؟ بكل صدق نخدموا بمسؤولية وبضمير وليلة نهار إن شاء الله، وحنا واعيين وكنتقاسموا معهم نفس التطلعات ويمكن أكثر. مرحبا، شكرا صوت الدار. اليوم كما تابعتوا معنا كانت اليوم مراسم تسليم السلطات ما بين الرئيس المتهي ولياته والرئيس الجديد، وحنا اليوم في هذا المكتب جد مسرورين، وكنشكروا الساكنه ديال مدينه مكناس اللي وضعت ثقتها في هذا الفريق، هذا اللي فريق كما لاحظتوا كله اطور وفريق جديد وعنده واحد الرؤيه واضحه. المهم عندنا في هذا الفريق هذا الجديد هو اننا ما غاديش نضيعوا الوقت بزاف في مرحله ديال دياغنوستيك، لان كلنا اطور من مدينه مكناس وعارفين المشاكل الحقيقيه ديال المدينه والاولويات. اذا عندنا واحد تحدي كبير باش اننا ننزلوا في ارض الواقع المشاريع اللي كتنتظرها الساكنه والمشاريع اللي غادي ترجع مدينه مكناس. كما سمعتوا التصريحه ديال السيد الرئيس المكانه ديالها الحقيقيه، فهي سابع مدينه في المملكه وكتستاهل احسن من هو اللي عليه، وان شاء الله اننا نكونوا عند حسن الظن، وعندنا مراحل اللي غادي نتلاقاو فيها اللي غادي نحطوا البرنامج وطريقه العمل وطريقه التواصل اللي اكد عليها السيد الرئيس مع الصحافه، اللي غادي تكون واحد طريقه العمل جد بناءة اللي غادي تكون فيها انفتاح المجلس على الساكنة، باش يكون تتبع ديال جميع البرامج اللي كنتمناو اننا نديروها في ارض الواقع. وشكرا مرة اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.